مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة. كما راكم تشوفوا انا هنا عندي ربطة كبيرة تاع السلق، غسلتها مليح وقطعتها وما نغلو السلق تاعنا. كما تعرفوا السلق كون نغلوه يروح له المادة تاع الحديد تاعو. وبالنسبة للثوم نسحقو راس الثوم مرابي كبير، والكمون وفلفل الكحل والعكرين سحقهم غرفة كبيرة، ما نديروش طوماطيش. ونقولكم اني حنستعمل ربع مغارف تاع زيت ونبداو في تحضير هذا السلق. انا هنا بسم الله بديت درت الثوم تاعي، ورانا حين نديرو كي هداك الزيت ونحطوها غير على نار هادية. نقلينا هداك الثوم كيما راكو تشوفو، ورانا راحين نديرو بسم الله. حنا رانا حين نقلو السلق تاعنا ونديروه يتقلى غير على نار هادية. حنا نديرو التوابل تاعنا ونحركو عليهم، والملح ما نكتروش، والملح ما نكتروش. شوفوا حنا السلق تاعنا ما درنا له ني تمريقه ني والو، هو هذاك الماء تاع السلق هو اللي يطلق. انا بغوش ندير، راني حندير تمريقه غير خفيفه، قيس زوج مغارف تاع الماء وخلو السلق تاعنا غير على نار هاديه. جمرنا مليح السلق تاعنا بسم الله، ورانا رايحين نديرو هذيك الحبه تاع البيض ونوريكم السلق حاضر في صحن التقديم. السلق تاع نهار اليوم اللي حضرناه معاكم، ونقولكم جانا ميدوم، لازم السلق تاعنا يجينا شويه ميدوم. وكما تعرفوا السلق فيه ماده تاع الحديد، الناس اللي يعانيو من فقر الدم ننصحهم يتناولوا السلق، وبطريقه سهله يقدروا يحضروا وجبه للعشاء ولا للفطور. وان شاء الله ولا درتوه بطريقتي تاكلوه بالصحه، وما بقى لي غير نقولكم في امان الله.